العمل بيجري على قدم وساق في عدد كبير من القرى والنجوع في مختلف محافظات مصر. طبعا كلنا عارفين مشروع حياة كريمة، مشروع حياة كريمة اللي هيوفر حياة كريمة فعلا لكل مواطن الدنيا شغالة فيه ما بتسكتش. وزارة التنمية المحلية قالت إن الدولة رصدت مبالغ كبيرة جدا للانتهاء من أعمال هذه المبادرة الرئاسية. المخصصات لمشروع حياة كريمة وصلت لتريليون جنيه تكلفة، وده للمرحلة الشاملة من هذا المشروع. المرحلة دي تستهدف بالظبط تحديدا يعني 4584 قرية، دول موجودين في 22 محافظة. ده علشان يعمل ايه؟ عشان يحسن جودة الحياة لحوالي 60 مليون مواطن مصري من سكاننا واهالينا في الريف. احنا معانا على الهاتف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة. بنرحب بحضرتك يا فندم، وصباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، صباح الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. وخليني ابني على كلام حضرتك الهام جدا، انه بالفعل المبادره الرئاسيه حياه كريمه لتطوير الريف المصري، واللي تم عرضها في سيشن كامل في الدوره التاسعه لقمه المدن الافريقيه افريسيتيس 2022، واللي عقدت في مدينه كوسومو الكينيه بافتتاح السيد رئيس الدوله الكينيه وبتكليف حضور السيد الوزير بتكليف من فخامه الرئيس، وشارك في الجلسه دي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، والدكتوره منال عوض محافظ دمياط، على مدار ثلاث ساعات. اللي خليني اقول لحضرتك ان تم استعراض منذ 2014 حتى 2021 العديد من البرامج القوميه اللي بتستهدف تعزيز كرامه المواطنين وتوفير حياه كريمه لهم واحداث نقله نوعيه مستدامه في مستوى جوده الحياه ليهم. وخليني اقول لحضرتك ان المبادره الرئيسيه اللي تم ادراجها ضمن افضل الممارسات على منصه الامم المتحده بتحقق اهداف التنميه المستدامه ال 17 من خلال استدامه ماليه، استدامه مؤسسيه، استدامه بيئيه، استدامه اقتصاديه. وتم العرض الكامل للمرحله التمهيديه للمبادره، تضمنت 208 قريه في كل محافظه عدد 8 قرى، ثم انتقلنا الى المرحله التمهيديه في حياه كريمه 143 قريه وصولا ل 375 قريه في عام 2019، استفاد منها 4.5 مليون مواطن، وفرت اكثر من 500 الف فرصه عمل مؤقته ودائمه، بلغت التكلفه الاجماليه ليها 6.5 مليار جنيه، الى ان انطلقت مرحله تطوير الريف المصري حياه كريمه، اللي هي الدنيا كلها شهدت ليها انها متعدده في اركانها، متكامله في ملامحها، بحيث انها بتستهدف ليس فقط البنيه التحتيه من صرف صحي ومياه وشرب وطرق واتصالات وبريد تحسين جودة الحياة وإنارة وتأهيل، ولكن ايضا المحور الاقتصادي من ايجاد فرص عمل حقيقيه، من انشاء مشروعات اقتصاديه بتتصل بالصفه المحليه على مستوى القرى والمراكز، بالاضافه الى هذا وذاك محور الاستدامه البيئيه عبر سكن كريم، ومحور مكافحه الاميه حملات التوعية ومشروعات اجتماعية. كذلك الأمر العمل على كل هذا وذاك من اختيار هذه القرى وفقا لمعايير علمية دقيقة، تسع معايير أساسية تستهدف المراكز اللي بتنفذ حياة كريمة فيها، الأكثر احتياجا، المناطق المحرومة من خدمات أساسية للمواطنين، كل هذا وذاك بيستهدف حياة كريمة. خليني أبني على كل هذا وذاك يا فندم أن السادة وزراء التنمية المحلية في الدول القارة الإفريقية ورؤساء محافظين المدن الافريقيه طالبوا ان يتم تعميم مبادره حياه كريمه على مستوى الدوله الافريقيه، وهيرفعوها للساده رؤساء الدول الافريقيه، وطلبوا ان هم يجوا يحضروا في مصر ويشوفوا على ارض الواقع ما تم تنفيذه والتكامل ما بين المشروعات دي، لان هم قالوا ان هم بيقوموا بمشروعات بيصرفوا عليها ملايين الدولارات لكن ومئات الملايين، لكن المردود بتاعها ليس كمردود التكامل اللي حاصل في حياه كريمه من مراكز تجميع للالبان، من مراكز للخدمات الحكوميه، من التكامل في الخدمات، من شهر عقاري، من سجل مدني، من تكامل للوحدات المحليه. كل ده طبعا من فصول دراسيه الى وحدات صحيه، وتوفير وحدات صحيه الى مراكز شباب ما يقرب من الألف مركز شباب للرعايه النشئ في الريف المصري. علشان كده يعني
يعني من الأهمية بمكان أنه إن شاء الله في خلال الفترة القادمة سوف تشهد الرواج للقرى الريف المصري بزيارات على أرض الواقع. وأعرب معالي الوزير عن طبعا ترحيب الحكومة المصرية من كافة عناصرها لشرح وبيان كل ما يتم على أرض الواقع. ويعني الجلسة دي شهدت يعني المبادرة المصرية كنموذج ناجح وجيد يمكن تعميمه في عدد من الدول القارة الإفريقية. بكل تأكيد يا فندم، نشكر حضرتك يا دكتور خالد على هذه يعني الاستفادة. لكن في خلينا نقول خطة للدولة، مش مجرد انه خطة شاملة بتنفذ في كل المحافظات في مبادرة حياة كريمة، لكن كل محافظة ليها يعني ليها خطة حسب مواردها، حسب سماتها، حسب ما تحتاجه بالفعل. عايز اعرف من حضرتك ازاي بتقدروا حسب كل محافظة تحددوا احتياجاتها وكل قرية تحددوا احتياجاتها. ده بيجي يا فندم من خلال حاجة اسمها التخطيط التشاركي. بمعنى ايه؟ كل محافظة من المحافظات فيها قرى، هذه القرى بتتصف بمزايا تنافسية تختلف عن قرى أخرى في محافظات أخرى. من هنا بيجي التجميع بالنسبة للمزايا التنافسية اللي موجودة في كل محافظة من المحافظات المصرية، وبناء عليه بيكون هناك مشروعات يتم اختيارها بالتوافق مع القيادات الطبيعية اللي موجودة، مع منظمات المجتمع المدني، مع الشباب. وبالتالي التخطيط التشاركي على أرض الواقع ده هو اللي بيؤدي إلى التخطيط المحلي، ومن ثم كل ده بيرفع للمستوى المركزي يتم مراجعته، ثم بعد ذلك يتم إقراره، ثم بعد ذلك بتيجي بقى هنا أدوات الرقابة والمتابعة على الأرض من جانب المجتمع المدني واللي شاركوا في اختيار المشروعات. هنا بنروح بسرعة إلى أهمية قصوى لمتابعة الأداء، وكذلك الأمر إدراج برامج لصيانة المشروعات اللي يتم تنفيذها. يبقى ليس مشاركة في التخطيط وليس مشاركة في التنفيذ فقط، ولكن كذلك الأمر مشاركة في المتابعة، وكذلك الأمر المحور الرابع المشاركة في عملية إدارة عمليات الصيانة للمحافظة، محافظة على الأصول والمكتسبات اللي تم تحقيقها في كل محافظة من المحافظات المصرية، بحيث أنها تكون شغالة وفقا للمستهدف وبتحقق طموحاتنا كمواطنين عايشين على أرض قرى الريف المصري، للمحافظة على ملامح الحياة الكريمة. طيب، أكثر من تريليون جنيه، 22 محافظة، أكثر من 4000 قرية. لو بصينا على خريطة الوطن المصري كده، هنبدأ منين يا دكتور خالد وهننتهي فين؟ يعني كلمنا كده، لو احنا يعني بنتخيل الخريطة بتاعتنا، بدأنا فين وحنوصل المرحلة التانية فين والمرحلة التالتة فين عشان نوصل لكل المشروع يتم على أرض الوطن كلها؟ احنا بنتكلم يا فندم ان احنا بدأنا بالفعل في 2014 بالمشروعات القومية دي، ثم وصلنا الى درة المشروعات اللي هي تطوير الريف المصري حياة كريمة. هنا ابتدينا في الاول 51 مركز، وصلنا الى 52 مركز. كل مركز من هذه المراكز اللي احنا اخترناها على مستوى ال 22 محافظه مصريه تم اختيارها وفقا للمعايير دي التسعه اللي انا اشرت اليها في بدايه كلامي. ثم بعد ذلك انطلقنا في محور التنميه الخاصه بالبنيه التحتيه. لما ابتدينا ده بتشرف عليه التنميه المحليه، بتنفذه الهيئه الهندسيه في عدد 27 مركز، و بقية المراكز بينفذها جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بينفذ إيه؟ بينفذ الطرق المحلية، مشروعات الصرف، مشروعات الغاز، مشروعات الكهرباء ومن ثم الإنارة. ثم بعد ذلك نيجي على الحاجات اللي فوق الأرض اللي احنا بنقول عليها المدارس، ثم المراكز الصحية، ثم الشبكة الخاصة بالاتصالات، ثم نأتي بعد ذلك إلى هذه الطرق المحلية. احنا ليه بنعمل طرق محلية؟ عشان نربط المركز بالقرية الأم بالتوابع والكفور والنجوع. صحيح. هنا حضرتك بتسهل وصول السلع والخدمات بأسعار مناسبة عن طريق هذه الطرق المحلية. هنا بيسهل الحصول على كل هذه الخدمات. يبقى احنا لما قلنا مراكز متكاملة 332 مركز لمجمعات خدمية متكاملة، يتضمن كمان معاها مجمعات خاصة بالتموين، خاصة
خاصة بتقديم الخدمات الزراعية، خاصة بتقديم الخدمات الأخرى من شهر عقاري من إلى غير ذلك من الخدمات. إذا هنا حضرتك بدل ما أنت مضطر تروح لعاصمة المحافظة، لا أنت بتروح للقرية الأم وبالتالي تحصل على الخدمات بتاعتك. بس ده مش الجواب برضو بتاعي، يعني إحنا هل إحنا بدأنا مثلا بمدن القناة ولا بالصعيد ولا بجبحة، ولا مش بدأنا في كل هذه المحافظات على بمستوى واحد او بوتيره واحده عشان ننتهي بشكل معين واحد؟ بالفعل يا فندم، احنا لدينا 172 مركز، ابتدينا باول 52 مركز، وعلى مستوى الجمهوريه تم اختيار من كل محافظه من المحافظات الدوله المصريه القرى الاكثر احتياجا وتم البدء فيها، وبالتالي حضرتك حصل هنا الاولويه يعني للقرى الاكثر فقرا او الاكثر احتياجا. بالظبط يا فندم، واللي هو بيتم الهجره منها غير الشرعيه، وبالتالي حضرتك نزلت لهذه القرى على مستوى ربوع الدوله المصريه ممثله بدءا من اسوان والاقصر ومرورا بمحافظات صعيد مصر ثم الدلتا، ثم حضرتك عندنا مرسى مطروح، عندنا البحر الاحمر، عندنا في كل المحافظات المصريه اخترنا القرى الاكثر احتياجا في اول 152 مركز بما يفوق ال 10,000 تابع ونجح، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية إن شاء الله اللي هتبتدي في بداية العام المالي القادم في 7 القادم تم برضو تحديد الاحتياجات للقرى وفقا لنفس المعايير على مستوى كافة المحافظات المصرية، وجاري مراجعة كل هذه القرى الأكثر احتياجا، وجاري مراجعة المشروعات من الوحدة المركزية لحياة كريمة تطوير الريف المصري في وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع كافة الوزارات الدولة المصرية. الجميع بيعرض بشكل دوري تقريبا كل اسبوع على دوله رئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على القياده السياسيه، ثم اعتماد مثل هذه القرى والمشروعات وفقا للمعايير دي. طيب دكتور خالد، يعني زي ما احنا بنتكلم كده بلغه الارقام، الحقيقه ارقام يعني كبيره، احنا بنتكلم في 4584 قريه في 22 محافظة ومخصصات مالية كبيرة جدا، يعني وصلت لتريليون جنيه، ده ما ينفعش يتعمل مرة واحدة، لازم يتعمل على مراحل. سؤال حضرتك يا فندم، احنا دلوقتي في أي مرحلة، وهل أصلا تم تحديد عدد محدد لمراحل تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمحافظات؟ تمام يا فندم، احنا في العام الاول من المرحله الثانيه لتطوير الريف المصري في نهايته، احنا دلوقتي في شهر مايو، قدامنا شهر 6 كمان هنبتدي في كما اسلفت في يوليو القادم مع العام الثاني في مرحله تطوير الريف المصري، ثم بعد ذلك ان شاء الله هيكون عام مالي كامل متكامل 22-23 وصولا الى نهايه 24 يكون عندنا تطوير كامل للريف المصري المستهدف من بما يفوق ال 4500 قريه في 172 مركز موجودين في الدوله المصريه. باذن الله يا فندم، طبعا هو مجهود ضخم وزي ما قلنا ده يعني هذه المبادره بتستهدف تحويل حياه 60 مليون مواطن مصري. 60 مليون مواطن مصري يعني تقريبا اكثر من نص الشعب المصري، فدي يعني المبادرة دي الحقيقة هي مبادرة هامة جدا، ومش فكرة بس هامة، هي محورية الحقيقة. بنشكر حضرتك الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. لا ومش 60 مليون بس، احنا بنتكلم في اكتر من 4000 قرية في 22 محافظة، تريليون جنيه ده حد رقم الأمم المتحدة تتكلم عليها، تكلم يعني فعلا مشروع ضخم طبعًا. جدا طبعا طبعا، يعني خدمات يعني خدمات في قطاعات مختلفة وفرص عمل، والخدمات متداخلة في قطاع الصحة والتعليم والصرف الصحي، ويعني حاجات كتير جدا. أعتقد إن إحنا مش رفاهية، يعني اللي لما نيجي نتكلم على هذه المبادرة هي مش مبادرة عشان نقول إن إحنا بنحسن الجودة، لا إحنا بنتكلم في قرى أكثر صحيح. احتياجا، أبسط حقوق المواطن اللي لازم تكون موجودة عشان يقدر هو كمان يؤدي واجبه كمواطن. السؤال الأهم بقى، مين دلوقتي بيعمل كده في العالم؟ في الوقت اللي في الدنيا صحيح. كلها بتقفل، وفي الوقت اللي في الدنيا كلها بتقتصد، وفي الوقت اللي في الدنيا كلها يعني بتلم الدنيا، احنا الحمد لله بتنغلق يعني لحد ما نفسها بنبني ونعمر.